أهم الأسماء اللي يمكن كانت موجودة على ساحة الكرة في أوروبا رحلت، يعني كريستيانو رونالدو رحل، ليو ميسي رحل، إن كانت الوجهة يعني كريم بنزيما رحل، وغيرهم من الأسماء الكبيرة سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لآسيا. بتشوف ده تأثيره إيه على الأندية في أوروبا، وبتشوف مين هي النجوم اللي حظها أفضل لخلافة الأسماء الكبيرة دي؟ أنا لا أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أوروبا، بالعكس سوف طبعا بكل تأكيد سيؤثر بشكل إيجابي على الدوري السعودي وعلى دولة السعودية. نعم أنا أعتقد أنهم يركزون باستقطاب لاعبين نجوم كبار للدوري السعودي، ولكن دعنا نتحدث بأمانة وبصدق أن اللاعبين أصبحوا في سن كبير في وأعتقد أن قوتهم قد تؤثر فقط بشكل إيجابي داخل الدوري السعودي مقارنة بالدوري الأوروبي، فهم أصبحوا في سن كبير ولا يؤثر ذلك أو لا يؤثر رحيلهم بشكل سلبي على أوروبا. أنا بيتهيألي إن كان ليك تجربة في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات اللعب في الدوري اليوناني، أعتقد في نفس الفريق اللي كان بيلعب فيه أندرياس إنيستا، طبعا الأسطورة الأسبانية. في اليابان. مظبوط. ايه الفرق بين الكرة في اوروبا والكرة في اسيا؟ واحكي لنا اكتر عن تجربتك كمان مع اندرياس انيستا بوصفه واحد من اللعيبه الحقيقه اللي ما يعني مش هيتعوضوا، اعتقد موهبه قدمت كتير للكرة سواء مع برشلونه او مع منتخب اسبانيا. انيستا هو لاعب عالم، لاعب واحد من افضل اللاعبين الذين صادقتهم وزملتهم في الملاعب، لعبنا مع بعض في اليابان. هو لاعب رائع، لاعب عظيم، ولعبنا مع بعض في أرضية الملعب وكان هذا شيء رائع. لعبنا في بالنسبة للكرة في آسيا هناك فرق يابانية كبيرة عظيمة، لديهم ملاعب جميلة ورائعة، ملاعب مناسبة جدا. هذا كل هذا أعجبني في حقبتي مع في اليابان. ديفيد بيا وتوماس فيلبالين وانيستا لعبت وزملتهم ايضا في اليابان، ولكن انيستا شيء استثنائي ولعبنا سويا، واحد من اهم اللاعبين ومن افضل اللاعبين الذين شاركتهم وزملتهم في الملاعب.